كبيرة بياخدوها كلهم بمجلس الوزراء، مشان هيك ما في حدا يقول انه انا ما خصني وانا ما بعرف شو صار الى ما هنالك، لانه القرارات الكبيرة كلها بتصير بمجلس الوزراء وبيكونوا عارفين. يعني دفتر الشروط ما بينمضى وما بتوافق عليه اذا ما مجلس الوزراء وافق عليه، اللي هو البيس تبع العقد، دفتر الشروط ونموذج العقود. هن نموذج العقود يعني اللي هو ذاته اللي مضى مع الشركات ونحطه على الويب سايت. سو هيدا اذا بدكم المساعده اللي بتحصل عليها الدوله اللبنانيه من الحكومه النرويجيه، والحكومه النرويجيه ليه؟ لانه هي تعتبر من افضل الدول اللي بتدير قطاعها، فعنا كثير نتعلم منها. هلا التحديات اللي نحن بنواجهها صرنا حكين فيهم، يعني بتصور اول تحدي اللي هو المشكل السياسي اللي عنا اياه، مثل ما قلت لكم يعني التاخير اللي صار مثلا طب هيدي الورقه السياسات تبع 2007 ما بيخافوا يحكوا فيها، لانه هيدي كانت وقتها علقوا ببعضهم الاحزاب السياسيه، وقتها كل الاحزاب اللي اذا بدكم يعني حزب الله وحركه امل والتيار الوطني وقتها انسحبوا من هيدي الوزاره، فصارت الحكومه ات وان بوينت سموها البتراء لانه ما فيها مسائيه. بال 2013 جينا بدنا نعمل اول جوله تراخيص اولى، صار في الحكومه استقالت وبطل في حكومه، تاخروا بانه يمضوا على المراسيم، وهذا ادى انه تاخرنا 5 سنين تنمضي على اول عقود تنخلص اول جوله تراخيص. رجعنا بعدين اول ما قدموا الشركات عقودها رئيس الحريري راح على السعودية أعلن استقالته، لو رجع وكان مستقيل أو إنه ما بعرف شو كان صار، في مدة زمنية للعقود كنا خسرناهم، لو قطع 180 يوم كنا خسرنا هالعقود وما قدرنا كنا نمضي معهم عقود، كنا خسرنا حتى جولة التراخيص الأولى. رجعنا اليوم بنشوف كمان المشاكل السياسية، حكومة بتقعد 9 أشهر بتقعد سنة ما بتتشكل، هذا كمان بشكل عائق على إذا في أي قرار بده مجلس وزراء كرمال النفط والغاز. اليوم بنشوف كمان لأنه البلد فاشل، نظام السياسي فاشل، بنشوف كمان أنه جولة التراخيص الثانية معرضة للخطر، وبالتالي النظام السياسي والفشل النظام السياسي عم بيأثر على هذا القطاع. وإذا ما صار فيه يعني ما تحسن النظام السياسي راح يضل يأثر سلبا على هذا القطاع. النقطة الأهم الثانية اللي هي الاقتصاد، مثل ما بتعرفوا أنتوا اليوم نحن ما عندنا رؤية اقتصادية، ونحن مثل ما كل العالم صارت تعرف اليوم أنه بلشنا اليوم نحكي عن اقتصاد منتج بعد ما انهار البلد، بعد ما نحن كنا دولة ريعية، يعني دولة ماشية بلا انتاج مثل الدول اللي عندها نفط وغاز. يعني نحن قبل ما يكون عندنا نفط وغاز كنا دولة ريعية، تخيلوا بكرة إذا إجا نفط وغاز شو بيصير فينا؟ يعني ما بنعمل شيء، بس ناخد مصريات النفط وغاز ونصير وزع على العالم وما بنعمل شيء. طيب مثلا هلأ وقت يكون النفط حقه $20 ونحن بانيين اقتصادنا عن النفط والغاز بيكون انهار الاقتصاد زيادة. ضروري انه نعرف شو بدنا من النفط والغاز بالاقتصاد، يعني شو دور قطاع النفط والغاز بالاقتصاد اللبناني. فمنيح كمان يمكن اليوم حظنا حلو انه يمكن اليوم بدهم يبنوا ما يسمى الاقتصاد المنتج، وبدهم مشان هيك بيست على كذا دراسات وبيست على ماكنزي انه في بعض القطاعات هي القطاعات المنتجة تبعنا اللي بدها تكون، وبدنا نشوف شو بده يكون دوره للقطاع النفط والغاز تيدعم هذا الاقتصاد، تيدعم هذه القطاعات. اليوم نحن السيستم اللي قايلين انه نحن بنحط كل مصرياتنا بالصندوق السيادي. اوكي، الصندوق السيادي اليوم عندنا 3 قوانين لهالصندوق السيادي، 3 مشاريع او اقتراحات قوانين مقدمه بالبرلمان على 3 قوانين على الصندوق السيادي. عندكم كتله التنميه والتحرير مقدمه قانون، كتله لبنان القوي مقدمه قانون، وكتله النايب تيمور جنبلاط مقدمين قانون. بتشوفوا في يعني اللي بده يصير انه بده يصير في دمج ويتاخد شو منيح من كل قانون تينحط قانون، ولكن الهدف الاساسي انه نعرف ليش شو بدنا منه لهذا الصندوق السيادي.
ومين بده يديره لهذا الصندوق السيادي، وكيف بده يكون قواعد السحب وقواعد الإيداع فيه وقواعد الاستثمار والشفافية اللي لازم تكون فيه. لأنه إذا رحنا حطينا كل مصرياتنا بالصندوق، يعني هو حساب بيكون وبنستثمر فيه، والاستثمارات اللي فوائد منها بنجيبها، أو إنه في برسنتج من المصريات اللي بقلب الصندوق بينحطوا بالاقتصاد اللبناني، هذا كله بيحطم إنه نعرف شو بدنا بالاقتصاد اللبناني، فهيدا المصريات النفط والغاز يكون لهم جدوى بالاقتصاد. مش نقعد نقول بدنا ندفع كل الديون ويلا، وبدنا نضلنا ندفع كل الديون، بس إذا ما عملت انضباط أنت بالموازنة تبعك وضليتك كل موازنتك فيها عجز تقترض مصاري، وبعدين بده يروح الصندوق السيادي تسكر لك المصاري اللي اخذهم، شو بكون عملنا؟ ماشي، بنكون انه زتينا المصريات على الفاضي. لا، بدنا بكره ندفع لكم انتم الزوده سلسله الرتب، ندفعها لكم وقت نجيب مصاري من نفط وغاز كمان. يعني بدنا ندفع، بدنا نصير عم ندفع للموظفين كمان، هيدا هدر للمصاري. المصريات بده يروحوا على الشيء تيكبر الاقتصاد اللبناني، هيدا هدف النفط والغاز، مصرياته تكون تتكبر الاقتصاد، تدعم الاقتصاد، مش تا انه يدفع الدين ويدفع على الموظفين والى ما هنالك. هيدا بيكون كبينا المصريات احنا فيه الهدف. مش هيك ضروري انه نكون نحنا حضرنا الأرضية الاقتصادية لوقت يجي النفط والغاز انه عن جد ينصرف بالمطرح المناسب. هلا السؤال الثاني بيبقى، هل يا ترى كان ضروري يكون عندنا صندوق سيادي يروحوا كل المصريات؟ ما نحن بحاجة لمصاري بالبلد، لشو نروح على سادر ونجيب 11 مليار اذا بيكون عندنا مصاري؟ هو اسئلة كتير كبيرة بدهم تخطيط. اذا نحن ما عندنا تخطيط ورؤية للمستقبل كيف بدنا، مصريات النفط رح يجوا مثل ما رح يروح يجوا، رح يروحوا مش حنستفيد منهم. مش هيك في أهمية إنه البلد سياسيا واقتصاديا يكون واضح معالمه، الاقتصاد واضح شو هو نوع الاقتصاد، والسياسة واضحة نوعية السياسة بالبلد للنفط والغاز ما يروحوا ضيعان، وإلا رح يروحوا ضيعان. خليني كمان قبل ما أتوقف وشوف إذا عندكم أسئلة قبل ما ننتقل على آخر مرحلة. حالياً بالبرلمان مثل ما قلت في قانون الصندوق السيادي، ثلاث قوانين، في قانون الشركة الوطنية وفي قانون النفط بالبر، هاو ثلاث قوانين موجودين خصهم بالقطاع النفط والغاز. فينا كمان أكيد عندكم أسئلة على الشركة الوطنية، لأنه في كتير ناس بيقولوا إذا ما في شركة وطنية يعني ما في حصة للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية متخلية عن حصتها. هو حسب ما بيقول العقد إنه الدولة اللبنانية هي تاخد مصرياتها حقها. يعني أول شيء نقول العقود اللي مضيتهم هي عقود اللي بنسميه Production Sharing Agreement، مشاركة الإنتاج، أوكي؟ عقود مشاركة الإنتاج. الدولة اللبنانية قالت أنا ما بدي شارك بالمخاطر بجولة بهالجولة، وبدي أنا بس إنه أخذ كل شيء الحق اللبناني، لأنه هالقطاع الموارد هي مواردنا. نحن ما عنا قانون، ما عنا عقود امتياز وقت بتتخلى أنت على الموارد تبعك، هاو مواردنا، بس عم نطلب من شركة هي تعملنا الانتاج منه ونحن بناخد حقوقنا اللي هي بتجي من الرويالتيز، من الكوربوريت انكم تاكس، وبتجي كمان من البروفيت اويل، حصتنا من البروفيت اويل. سو كل هيدا بيخلي انه ناخد، وحسب ما بتشوفوا على الويب سايت الهيئة up to 71% بالبلوك 4 تدريجيا يعني بيكون للبنان، وبالبلوك 9 up to 63% ناخده. هلا وقتها عطونا هالعروض، هل صار في مثل بنش ماركينج؟ صار في انه لانه ما كان عندنا غير عروض، فما بنعرف انه ما كان في تنافسيه، مثل ما الدوله قالت لنا انه عملوا بنش ماركينج على 100، يعني على 100 كيس، 100 سيناريو من بلدان بتشبهنا وبلدان ما بتشبهنا متطورة أكثر منا، وشافوا العرض اللي أخذناه وكله طلع إنه فوق المعدل. ف
فاعتبروا انه يعتبر هيدا اتس جود ديل، مشان هيك مضوا العقود. وجود الشركه الوطنيه ما حدا ضده. الصراع اللي عم يصير اليوم على التوقيت، هل يا ترى اليوم بدنا شركه وطنيه وقت ما منعز عنا قطاع، او ننطر تيصير عنا قطاع؟ القانون بيقول وقت يصير في كميات قابله للاستخراج وتجاريه فينا نفكر نعمل شركه وطنيه. السؤال الثاني المهم كمان بحب انه تفكر فيه، شو بدنا هيدي الشركه الوطنيه تعمل، شو دورها؟ لانه عندك عده ادوار، وفي بعض الناس بيحبوا يفكروا فيها مثل دور بالدول الخليج وبغير دول. وقت الشركه الوطنيه بتعمل كل شيء، يعني بتحط قوانين وهي بتشارك بالتجاره وهي بتشارك بالانتاج وهي بتحط القوانين وهي بتشارك مع الشركات الاخرى وهي بتراقب نفسها وبتراقب الشركات الاخرى وهي اللي بتوظف وهي اللي بتطور. هل يا ترى نحن بوضعنا بلبنان نتحمل يكون عنا هيك شركه؟ هل هي شركه بدنا اياها لانه هلا عم بيقولوا هي مين بده يراقبها؟ ما عنا هيئه اداره قطاع بترول، هي الهيئه الناظمه، ليه بدكم تعملوها الشركه هي تراقب؟ شركه بدكم اياها هلا تفوت باستثمارات وتفوت بمخاطر بالانتاج، ووضعنا نحن اليوم نعرف كيف هو. سؤال، شو بدكم اياها؟ بدكم اياها شركه للتوظيف السياسي؟ هل يا ترى هذا اللي بدنا اياه؟ ففي كثير اسئله، ولكن الأهم لازم تعرفوا أنه ما حدا ضد أنه يكون في شركة وطنية، ولكن التوقيت ودور الشركة مهمين قبل ما نقول أنه هل يا ترى إذا هلأ بدنا شركة أو ما بدنا شركة. مثل ما قلت على قانون النفط بالبر، يعني أنا رح أعطيكم my personal opinion about توجه العالمي بطل للنفط والغاز. الغاز بعده ترانزيشنال، العالم بلش انه بعده نص مصيبه، بلشت العالم عم تحكي عن هيدروجين، بلشت العالم عم مش مبلش العالم بالكلين انرجي. واليوم مع الخضات اللي عم بتصير اقتصاديا والهزات الكبيره مثل هلا اللي عم بتصير، العالم انه هل يا ترى بعدها بنفسيه انه بدها تتكل على هالكوموديتي؟ العالم بغير عالم، ونحن مش لازم نرجع لورا ونصير انه ايه بدنا نعمل قطاع نفط وقطاع مدري شو بالبر. لا عنا السوق ولا السوق اللبناني، شو بدنا فيه؟ شو بدنا نعمل ريفاين برودكتس ومدري شو الى هيدا؟ هل يا ترى هيدا هو محل ما بدنا نحط مصرياتنا فيهم تنعمل بتروكيميكلز الى ما هنالك؟ هل يا ترى هيدا هو المستقبل؟ وهل يا ترى نحن هيدا اللي بدنا اياه؟ سؤال كتير كبير كمان، هيدا بيرجع بيرد على شو بدنا الاقتصاد اللبناني يكون وعشو يكون مبني. رح انتقل، رح بس لكم كمان لأنه ما بدي يكون كله سوداوي. مثل ما قلت الهيئة إدارة قطاع البترول تنشر العقود، وهي الوحيدة بالمنطقة اللي تنشر العقود، وهيدا صار مثل ما قلنا لأنه دعم من الناروجيين ودعم كمان من المجتمع المدني اللبناني. في قانون للشفافية في هذا القطاع، بقطاعات أخرى ما فيه، كمان يعول عليه. والأكسس تو انفورميشن كمان بيذكر الهيئة باسمها أنه هي يعني هي من الهيئات اللي كمان ملزومة بالقانون بالإفصاح. وفي كمان زملائنا بغربال عملوا دراسة، وبهالدراسة كمان هيئة إدارة قطاع البترول طلعت من بناء على الأكسس انفورميشن، عملوا دراسة انه طلبوا معلومات وإلى ما هنالك، ومين عم بي يلتزم بالأكسس انفورميشن مين لا. هيئة إدارة قطاع البترول كانت من الهيئات اللي كانت ملتزمة، كانت عم تعطي معلومات ونشرة كتير من المعلومات. وإذا you compare it لمنشآت النفط اللي هي بذات الوزارة، منشآت النفط اللي هي downstream، وبين هيئة إدارة قطاع البترول اللي هي upstream، بتشوفوا كتير فرق بالويب سايت بالعقلية العمل. وهيدا تحت وزارة واحدة، وهيدا it's very alarming. ما في يكون تحت وزارة واحدة شتة وشمس. هيئة إدارة قطاع البترول عم بتكون بهالناحية في شفافية وفي انفتاح وفي كتير معلومات نعرفها. بالقطاع الكهرباء بتعذب تنجيب معلومات،
الكونترا اللي مضيتها الدولة بتقول مع سوناتراك مش قادرين نشوفها، ما بنعرف وينها. الناس بيقولوا في ميدل مان، الناس بيقولوا لا هيدا دغري من دولة لدولة، بس مش عم تعطينا الدولة، مش عم تنشرنا إياها، وعليها تنشر الدولة. بتشوف الكونترايات باقية منشورين. هلأ عم نطالب إنه حتى إنه يصير في نعرف مين الشركات اللي أخذت من توتال الكونترايات، لأنه هاي ملزومة فيها بالترانسبيرنسي لو. ففي كتير شفافية عم يصير بهذا القطاع، ما منشوفه غير قطاعات، حتى بذات الوزارة كهرباء والبنزين منشوف فيه غموض، والشو اسمه والقطاع البترول ما منشوف إذا بده. بعد في مرسومين ناقصين اللي هي عملية الانتفاع، يعني تنعرف المالكين الحقيقيين للشركات اللي عم تشتغل بقطاع النفط والغاز، إن كان بالسب كونتراكترز أو بالكونتراكترز، والسب كونتراكتنج كريس كمان اللي بتحطم إنه يصير في تنافسية، ونعرف مين الشركات العرضية والشركات الرابحة والشركات الغير رابحة وعلى أي أساس. رح أتوقف هون قبل ما نحكي عن آخر شيء عن الجيوبوليتكس. مساء الخير لوري. أهلا. يعطيك العافية. شكرا. صراحة هذا الشيء يعني فيه أمل وبنفس الوقت بخوف، مثل كأنه مغامرة. بس عندي سؤال، في ناس كتير قالت أنه هذا النفط والغاز فيها لي مثل حظر على كتير دول، وحتى إذا طلع يعني في تخوف أنه إذا بنقدر نحن نصدره ولا ما بنقدر نصدره، لأنه في كتير دول هي عمالقة بهذا المجال، وفي كتير دول كانت ولازالت لحديت هلأ هي مصدر لمثلاً لأوروبا بقطاع الغاز، أو مثلاً لأمريكا بقطاع النفط. فنحن وين لح نكون بهيدا الخضم؟ يعني هل ممكن نحن نلاقي تصريف إذا بحال مثل ما مشينا وعلى أصول، ومثل ما بين أنه ممكن يكون في مستقبل، في فعلاً تصريف لهذا؟ يعني في إلنا مطرح بدول العالم؟ مرسي لك. شكرا على سؤالك. شوف، فيك تنطر تننقل على هيدا المرحلة اللي تبع التسويق، إذا فيك تصبر رح نوصل على هيدولة. بس بدي جاوبك بنقطة، قصة إنه في كتير حديث عم بيصير إنه إيه نحن إنه عم بدون ما بدون يتركونا، ونحن الدول العالم كلها عم بتحاربنا. بس بدي أقولكم إنه النفط والغاز أو الغاز الشرقي المتوسط، الشرقي المتوسط يعني المنطقة اللي نحن فيها، اللي في مصر وقبرص وتركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل، هيدي المنطقة اللي هي شرقي المتوسط كلها على بعضها ما بتطلع 2% من الاحتياط العالمي. يعني نحن منا game changer للعالم، يعني مش تولى عنا هالتأثير إنه إذا نحن الغاز طبعنا بده يكسر الدنيا. وقت ظهر أكبر حقل كان بينكشف بهذه الطريقة الجديدة مش سانت ستونز، شو عملت؟ ريحت مصر، يعني كانت game changer لمصر، بس ما هزت الدول العالم كلها، ولا أسعار النفط والغاز انهزت لأنه مصر لقيت أكبر حقل 30 تسعات بحقل زهر. اكتشافات اللي صارت بإسرائيل 10 تسعات 20 تسعات ما هزوا الكون، لأنه مش هدول اللي بيهزوا الاقتصاد العالمي. إله أهمية هيدا الغاز، إله أهمية للداخل داخل البلدان وللمنطقة كمنطقة، هيدا تأثيرها. ولكن نحن كلنا كمان عم نقول إنه نحن بدنا كلنا بدنا نلاقي أسواق، يعني بدنا نلاقي أسواق تنكون نحن تنافسيين. فهي التنافسية هي اللي بدها تلعب دور، قدي بدها تكون تنافسي، قدي عم تتغير أساساً الأسواق العالمية والنوعية الكونترايات عم تتغير. قبل كان عنا كونترايات 30-40 سنة، هلأ
ما في هلا في شركات بتعبي بالباخره وبتصير تنطر مين يجي الزبون مثلا ويلا تبيعه. سو الامور عم تتغير. والمشكله الاكبر اللي عم بتصير انه نحن بالمنطقه عنا الغاز تبعنا ديب ووتر غالي للاستخراج، وفي بالسوق غاز رخيص. كيف احنا بدنا نتنافس مع هذا الغاز؟ يعني it's pure economics. It's pure عرض وطلب واسعار. منه مرتبط بالخيال السياسي اللي نحن عم نحكي فيه. هيدا جواب قبل ما اشوف اذا في غير اسئله تنقل على هيدا الحديث على السوق والتحديات اللي نحن عنا اياها. يعني بعد عنا ربع ساعه على القد بلحق. لوري بس سؤال، معقولة يقدروا مثلا بلوك 9 انه تكون اسرائيل اوريدي اخذت الريسورسز يلي فيه؟ يعني بيقدروا ياخذوها دياغونال ولا لا؟ they need to dig vertically. طب يلا لانه فتحت سيرة البلوك 9 رح نحكي شوي سريعا عن هذا الموضوع. شوفوا نحن بفتحة البلوكات بالسكندري لازم سيرا 1 2 و5 و8 و10 فتحنا حالنا ابواب الحدود غير مرسومه. اوكي اساسا نحن 8 9 10 من اول جوله ترخيص وثاني جوله ترخيص قلنا انه فاتحينه لاسباب سياديه، ايه تنأكد نحن سيادتنا على هالمنطقه ورفضنا لاي تعدي من الاسرائيليين، لانه الدوله اللبنانيه بتعتبر انه في تعدي من الاسرائيليين. الاسرائيليين بيقولوا هذا نزاع، نحن بنستعمل كلمه تعدي بنعتبر انه متعديين الاسرائيليين علينا. اللي عندنا ذات المشكل بترسيم الحدود مع السوريين كمان، يعني ما حدا يفكر انه مع السوريين نحن ما عندنا اي مشكل. السوريين دافعين شكوى علينا بالامم المتحده بال 2014 بيقولوا انه لبنان على ذوقه فاتح وراسم لي حدوده البحريه. نحن ما بنعترف بهذا الشيء، ما بنعترف بطريقه الاحاديه الاسلوب بترسيم الحدود. يعني عندنا مشكل مع السوريين وعندنا مشكل مع الاسرائيليين، طلعوا حلوا بقى كيف بدنا نحله. والدوله اللبنانيه مريحه حالها انه معتبره انه الاصدقاء بسوريا مش حيعملوا لها ازمه، بكره لنشوف اذا حدا حيحط عرض على البلوك 1 و2 لنشوف شو بدهم يتصرفوا السوريين. والبلوك 9 طبعا صرتوا كلكم تعرفوا انه في مبادرات، او اذا بدكم كان في من الاول كان في وساطه امريكيه اللي ولا مره ادت لاي نتيجه، ومؤخرا كمان كان في وساطه من ديفيد ساترفيلد على امل انه نلاقي الاطار العمل اطار التفاوض مع الاسرائيليين، ولكن ما ادى لمطرح. واليوم ديفيد شنكر اللي هو استلم بحد ديفيد ساترفيلد عنده اسلوب اخر، هو بيعتبر انه اذا بدكم تحكوا مع الاسرائيليين بدكم تحكوا عن كل شيء مش بس عن الحدود، وروحوا يا حن موجودين نحكوا معهم وشوفوا شو بدكم تعملوا. يعني واليوم الدولة اللبنانية يعني بموقع صعب جدا، فما بعرف اذا بدها هلا تفوت ككاميكاز بهالعملية مع الاسرائيليين وتتلاقي حلول تتنقذ نفسها او لا. هلا بنرجع غير مرة بنحكي عن هذا الموضوع، يمكن نعمل غير حلقة بس عن الحدود. ولكن اللي بدي قولوا سؤالك على انه هل معقوله انه يكونوا عم بياخذوا يا ستي في حق الكريش. اوكي هذا قريب عنا كثير، وهذا هلا بده يبلش انتاج بال2021. نحن صرنا من 2017 من الا لهالدوله يا دوله هيدي كريش عم بدها تبلش انتاج بال2021. اللي ممكن يكون الوضع انه يكون في مكمن مشترك بيننا وبين كريش، مكمن مشترك يعني common reservoir. اوكي نحن هلا بما انه ما بنتعاطى معهم ما بنحكي معهم، اذا هن بلشوا بال2021 يعني ما بنتبادل معلومات فاين. سو كريش هلا هن حسب الخارطه اللي مثلا موجوده عندهم انه لا ما بتتعدى على ما بتوصل على البلوك 9، بس شو عرفنا انه فيهم يرسموا اللي بدهم. اذا في common reservoir وكريش بلش استخراج يعني بيصير ياخذ الضغط من عنا. سو نحن اذا هيدا الكومن ريزرفوار نحن نوصل له بيكون خف الضغط عليه، وبالتالي بنكون خسرنا.
بهيدي الناحية، يعني إنه نحن مأخرين لأنه بهيدا الموضوع. فهيدا اللي ممكن قل لك إياه عن هيدا الموضوع. في دراسات بتقول نحن حدودنا البحرية منا هيدي ومادة بعد، إنه حتى كريش هو من داخل حدودنا البحرية، ولكن هذا بصير موقف سياسي بقى للدولة اللبنانية كيف بدها تتعاطب بهذا الموضوع. هل يا ترى بدها هي تروح تفتح معركة مع الإسرائيليين وتوقف لهم كريش تيقوموا الإسرائيليين ووقفونا مثلا ببلوك 9؟ بدها الدولة اللبنانية تعمل هيك أو ما بدها تعمل هيك؟ هل الإسرائيليين بدهم يلعبوا هذه اللعبة أو لا؟ فهذا بصير إنه بالقرار السياسي اللبناني والإسرائيلي. فإن شاء الله أكون قدرت يعني جاوبك عقد ما في جاوبك بهذا الموضوع يعني. بس نحنا البلوك 9 الشركة توتال قالت إنه بدها تحفر فيه ومش حتتأخر فيه، وحتى بس تحفر بالمنطقة برات المنطقة المتنازع فيها فما تشكل أي مشكل، ونضلنا نحنا عم نقدرين نستفيد من البلوك 9. فمثل ما قلت لكم بلوك 9 في مكون مكمن بيشبه المكامن اللي عم تطلع بكاريش وغير مطارح، وبمكمن بيشبه تبع زهر. فمنا نشوف شو بدها تقرر توتال بناء على ال شو اسمه الديسكوفريز الاستكشافات تبع بلوك 4، لنشوف شو بدها تقرر باي نوعيه بدها تعمل اول حفر. لا اذا في اسئله تانية ايه، او قبل ما نخلص خليني انقول على كيف بدنا اذا طلع عنا غاز وين بدنا نبيع هالغاز. طيب مثل ما قلنا، فإذا عنا التحدي كان الجيولوجي إنه نكتشف شو عنا وقدي عنا وكيف بدنا نطلعه، كان عنا تحديات حوكمة وضوح اقتصادي وضوح سياسي اللي بيأثر عم بيأثر على كمان، وعنا تحديات طبعا جيوسياسية بالمنطقة. السؤال الكبير إذا اكتشفنا كميات قابلة للاستخراج وبدنا نعمل بدنا نبلش نستخرج إنتاج وبدنا نستخرج ونبيع. أوكي؟ سو الأوبسيون قلنا الدولة اللبنانية اليوم عم بتقول إنه بدنا نحن نستخدمهم للداخل للكهرباء. أوكي؟ فاين على راسي. يا دولة لبنانية خلصي مشاكلك بالكهرباء. يعني إذا ما عندنا محطات كهرباء تستعمل الغاز، وين بده يجي الغاز؟ على أي محطة؟ فاين؟ السؤال الثاني الكبير كمان اليوم بيطرح نفسه، الدولة اللبنانية بدها تمشي بالـ FSRUs، يعني الـ Floating Storage and Regasification Units، هلا عم نسميهم هلا محطات التغويز. يعني بيجي الغاز سائل بيجي على هالبواخر بيحولهم لغاز ناتشورال غاز وبيعطيهم بيوصلهم بمحطات الكهرباء تيعطينا كهرباء. اذا هيدي المحطات انوجدت، اذا جابوا غاز وتكلفه الغاز اللي اخذناها ماشي حالنا فيها، وطلع بعدين الغاز تبعنا بالايكونومكس تبين انه غاز تبعنا بيكلف رح يكلفنا اكثر اذا عطونا اياه، هل يا ترى نبقى على FSRU وبس منبيع الغاز وما بناخد غازنا نحن للمحطات؟ سؤال كبير. هل يمكن مفيد لإلنا أكثر إذا الغاز اللي عم يجينا بده يجينا من FSRU للكهرباء، إذا أرخص من الغاز تبعنا، الغاز تبعنا منخليه للبيع هيك مندخل مداخيل أكثر؟ كمان هذا كله مع الوقت بدنا نعرفه. هلأ ما فينا نحن بس نسأل أسئلة كبيرة تنبلش نفكر انه شو عم نواجه. مهم اذا قررنا بدنا نبيع الغاز، اذا بدنا نبيع الغاز لبرات لبنان، وين بدنا نبيع الغاز؟ اوروبا؟ لجيراننا بالمنطقة؟ لاسيا؟ لانه اسيا من اكبر المستخدمين للغاز وعم تطلع النسب كل يوم، بنشوف النسب عم بتزيد. تركيا؟ هدول أسئلة عن إنه وين ممكن نبيع الغاز. أول شيء السوق،
ثاني شيء الطريقه كيف بدنا نوصل الغاز خارج لبنان. عندك طريقتين اساسا، في عندكم بايبلاينز اللي بتطلع بالبر يعني انلاند او اوفشور، اوكي يعني بالبحر او بالبر، او عندكم طريقه ال ان جي اللي هي ليكويفايد ناتشرال غاز، يعني بيطلع الغاز طبيعي بنحوله لليكويد بنحطه بالبواخر بنبعته محل ما لازم نبعته. فهدول الثلاث طرق او طريقتين اللي عنا اياهم للغاز. فبنطلع عنا نحن للبنان، اوكي اوكي. اذا بدي ابعت الغاز على تركيا، let's say تركيا لانه it's a big market، تركيا بحاجه للغاز، ما عندها غاز لها ابدا، كله بتجيبه بتستورده وبحاجه لتنوع من غازها. فاين، بنقول فاذا تركيا قد تكون هي واحده من الاسواق. كيف بدنا نوصل لعند الغاز؟ هل يا ترى بدنا نوصله بالبر عبر سوريا؟ نوقع هون بمطب سياسي. بالبر بالبحر يعني مد غاز بالبحر مع تركيا، نعم يجوز. هل هنالك مشكل سياسي بهذا الموضوع بالقلب البلد؟ قد يكون هناك مشكل بالبلد حول هذا الموضوع، علاقتنا مع تركيا. السؤال الثاني، طيب بدنا نستعمل الغاز للمنطقة ونستعمله عبر انبوب اللي هو الأرب غاز بايبلاين اللي هو موجود، اللي حاليا هو بيمتد من مصر على الأردن سوريا ومن سوريا على لبنان. في we can reverse it، يعني فينا نعمله من لبنان لسوريا للأردن لمصر. هل يا ترى فينا نستخدم هذا البايبلاين؟ نرجع كمان نوقع بمشكلة مع السوريين. شو بدنا نعمل مع السوريين؟ هل بيقبلوا انه نحن نقطع الغاز تبعنا وباي ثمن؟ هل الاردنيين بيقبلوا انه يقطع الغاز من السوريين لعندهم؟ هل المصاروي مستعدين انه يقطع من سوريا لعندهم؟ هذا مشكل. طيب منقول بدنا نستعمل هذا الغاز لنستعمل المحطات اللي عندهم نيهون مصر، البنى التحتية تبع مصر اللي هي الـ LNG plants، لأنه هن الوحيدين بالمنطقة هلأ عندهم محطتين LNG اللي فينا نستعمل محطاتهم، يعني بيروح الغاز لعندهم بيحولوا لهونيك LNG وبيبعتوا على الأسواق. كيف بدنا نوصل على هاو إذا ما قدرنا نستعمل الـ Arab Gas Pipeline؟ بنستعمل انبوب من لبنان على على قبرص مع النيل، بنعمله اوكي. مين بده يدفع حقه من قبرص على مصر؟ لانه قبرص ومصر عندهم اتفاقيه يعملوا انبوب تنوصل الغاز تبع لبنان على مصر، يمكن يجوز. يبقى السؤال انه مصر بالتحالف مع ست بلدان أخرى بالمنطقة عاملين شيء اسمه منتدى الغاز لشرق المتوسط اللي هو الإيست ميد غاز فورم، اللي بيتكون من المصريين ومصر هي المركز، إسرائيل، فلسطين، الأردن، قبرص، اليونان، إيطاليا، وفرنسا طلبت أنه تفوت فيه. في دعم أمريكي ودعم أوروبي لهذا الإيست ميد غاز فورم اللي هو بيتعاونوا بلاتفورم فورم بيتعاونوا فيه لبناء انشاء بنى تحتيه للغاز، استعمال البنى التحتيه الموجوده مثل ما قلنا مثلا الباور ال ان جي بلانتس تبع مصر، وكمان يشتغلوا سوا على سياسات للغاز. لبنان اعلن انه هو ما بده ينضم لهالمحور لانه في اسرائيل، وبالتالي صعب على حاله من كيف بدنا الغاز بدنا نلاقي له قبل السوق مخرج. يعني اذا بدنا نوصل على اوروبا كيف بدنا نوصل على اوروبا؟ نرجع على تركيا، فاذا تركيا ومن تركيا على اوروبا يكون المخرج. بذات الوقت نحن بنعرف انه دخول مع تركيا قد يدخلنا بمحور تاني روسي،
ونحن بنعرف انه تركيا معادية لهذا المحور اللي حكيت عنه اللي هو الايست مات غاز فورم، لانه بتعتبر هي انه هذا المحور معمول ضدها لتركيا فيعزلها من المنطقة. وبالتالي اذا نحن توجهنا على تركيا، هل يعني نحن عم نعادي الاوروبيين والامريكيين وعم نروح على مطرح روس اللي مسيطرين عليه؟ وخاصة نحن نعرف انه في صار وجود روسي بلبنان، ان كان عبر نوفاتيك او بعد اكثر عبر روسنف، وروسنف هي الشركة الوطنية الروسية. يعني اليوم بوتين وقت اعلن انه هو ما بده يعمل اتفاق مع السعوديين لانه رئيس روسنف ما كان راضي على الاتفاقية، فلهالدرجة روسنف قوية، لهالدرجة بوتين علاقة بوتين مع روسنف وثيقة. روسنف موجودة صارت بشمال لبنان، أخذت العقد مع الحكومة اللبنانية لتطوير منشآت التخزين بشمال لبنان. روسيا نعرف أنه عم بتحاول تعمل مثل منطقة قوة لها بسوريا وجزء منه لبنان، شمال لبنان إذا بدكم. روسنف موجودة بكركوك وعم يحكوا انه يمكن يرجع يجيبوا انبوب، يرجع يسترجعوا انبوب كركوك طرابلس، وبالتالي روسنف بتسيطر على المنطقه وعلى الانبوب بالنفط ويمكن بعدين الغاز كمان. في حكي انه يمكن الروس مهتمين ببلوك واحد او اثنين بالشمال اللبناني، وبالتالي هل لبنان انه يميل على المحور الروسي مع الأتراك اللي هو محور، يعني إذا بدكم بيطلع وبينزل، يعني يا محلى النفط والغاز وسعره، يوم أصحاب يوم أعداء، ولكن قد يكون هنالك محور يتألف ضد الإيست مات غاز فورم. فلبنان خياراته منا هينة ليوصل الغاز لأنه لبرات المنطقة، وحتى بالمنطقة عنده تنافس من الإسرائيليين، يعني الأردن اليوم بتاخد من الإسرائيليين، مصر بكميات صغيرة بتاخد من الإسرائيليين، سوريا هل بدها تاخد من عنا؟ إيه لا، وبأي حق؟ يعني شو بدها حقه السياسي؟ مثل ما قلنا تركيا، يعني إلو تركيا عندها حساباتها يعني حسابات أخرى بتدخلنا بمحور روسي، وبالتالي عنا كمان بحاجة لوضوح سياسة خارجية لنقدر إنه سهل على شركة توتال وغير شركات بكرة لتسوق هذا الغاز ولتلاقي له الطريق. وبترتب علينا نحن إنه نعمل إذا بدكم ما يسمى بالدبلوماسية النفط والغاز أو دبلوماسية الطاقة، لنقدر نفتح الأبواب قدام توتال وشركائها وبعدين قدام يمكن الشركة الوطنية اللبنانية أو أي شركة أخرى تتقدر تسوق الغاز اللبناني لخارج لبنان. علاقتنا مع قبرص قد تكون أهين وحدة. اليوم الدولة اللبنانية عم تعمل إذا بدكم اتفاقية مشاركة الموارد unitization agreement أو التجزئة كمان تسموها، بحال في مكان مشترك كيف الدولتين مع الشركات اللي عم تشتغل على الميلتين كيف تقدر هي تستفيد من هالموارد وتشارك بالتقاسم. قد يعني، ولكن إذا نحن فتحنا استراتيجية مع قبرص، هل هذا يعني إنه ما بقى فينا نفتح مع تركيا أو إنه ما بيهمنا إذا اختلفنا مع قبرص؟ تركيا أهم من قبرص. كل هيدا بده وضوح بالسياسة الخارجية ونحن ميولنا وين تنقدر نستفيد ونطلع الغاز من البلوكات للعالم الخارجي. رح أتوقف هون وشوف إذا عندكم أي أسئلة عن كل شيء. صارت 7:30، يمكن بده يروح شو اسمه الزوم، بس إذا عندكم أي شيء قبل ما ينقطع، وإذا انقطع ما قلت لكم thank you لأنه ضليتكم معنا 1:30 استمعت لهي الشيء. إذا عندكم أي أسئلة عندكم إيميل أو إيه؟ ما في مشكلة، ما بيقطع الزوم أبداً، دلوا 24 ساعة. طيب أوكي upgraded. بس أي أسئلة عن كل شيء قولوا لي.
عن جد thank you so much. خلينا ننطر الأسئلة، خلينا نسأل نشوف الأسئلة تبع الشباب، وأنا برجع كمان عندي كم سؤال. عم يكتبوا لك شيء تحت، عم يكتبوا لك شيء تحت ال إيه إيه تشات عم بيضوي تشات. جوني شو عم يسأل؟ شو يعني 3D أو لا ما فهمت السؤال. خلينا نشوف. ثلاثية الأبعاد، شو يعني ثلاثية الأبعاد عم يسأل؟ ثلاثية الأبعاد إيه؟ سأل قبل كيف تكون المساحة ثلاثية الأبعاد؟ يعني يعني مثل ما اسمها 3D، يعني بتكون أكثر تعطيك صورة أوضح. كيف هلا مثلا كم صاير صاير في مثلا للسيدات وقت يروحوا يعملوا لهم إيكو مشان البيبي، صار فيه هلا ببين البيبي، يعني عمره بيكون 4 أشهر بيعمل، صار فيه نوع من إيكو، صار ببين كل شيء. ببين مين بيشبه حتى يعني أمه وبي، وبيعرفوا قبل ما يخلق. فثلاثية الأبعاد هي بتعطيك يعني هو اللي بيصير مسح، تقطع المسح اللي نقول اللي صار عنا. اجت شخطورة هي شغلتها تعمل مسح، تجي بتقطع بالبحر وبتصير